ديما شبك؟ مسعود بيك منيح، لا تزعلي. الرقم المطلوب. شايفتك كتير معصبة ومتضايقة. عمرها متغير كتير أمينة، أكيد بيكون زعلان على ابنه، هاد شي طبيعي. لا، في شي أكبر. لا تكوني شاكة إنه رفيف لسه بحياته. البيبي كان سبب اهتمام عمران برفيف، وهاد السبب ما عاد موجود. بعرف إنه ما عاد موجود، ما في بيبي ورفيف راحت، بس ليش عمران متغير هالقد؟ عن جد عم تحكي اختي؟ ايه والله، مثل ما قلت لك عن جد. شو عم تحكي انت وياها بالهمس؟ اسيل احكي بسرعه، شو كنتوا عم تحكوا؟ ما في شي، شغله بيناتنا، ما انا شغله مهمه. بس انت لازم تحكي لها. شكران خانم ما بتخبي عنا اي شي. انت لا تتدخلي غصون. ايه خلصينا اسيل، احكي شو مخبيه. بعرفك كتير منيح، لا تكذبي. كنا عم نحكي عن رفيف. شو بهست رفيف؟ الموضوع سليم كان عم يحكي على التليفون، وكنت عم قلها شو سمعت. أنا رح تقمن غازي. احكي يا سيل، يلا احكي بسرعة، شو سمعتي؟ رفيف وعمران بيك لساتهم عم يلتقوا. حتى انه مبارح كان عيد ميلاد رفيف وعمران بيك عزم على العشاء. رح اسأل سؤال، متأكدين من هالمعلومة؟ شكراً، ما تجيبي سيرتي، بترجاكي. لكن الطوق عمران اشتراه لرفيف. شو هذا الطوق؟ أنا ماشية، بشوفكن. شو قالت هلأ؟ طوق شو؟ شو دخلك غصون؟ شو دخلك؟ انت خليكي بشغلك. أهلين ديما. الحمد لله على سلامته. كيف صار أبوك هلا؟ كيف وضعه؟ منيح شكراً، الحمد لله. كنت حابة أعرف رفيف وينه؟ أنا شو بيعرفني شكراً؟ لا تعصبي حبيبتي، بس حبيت أعرف وين صارت البنت. أنتوا ما عم تحكوا معها أو بتعرفوا وين ساكنة؟ ما منعرف، رفيف طلعت من حياتنا نهائياً، مسألة صارت ونسيناها، لهيك ما في داعي تسألي عنها. فكرتني مصدقة إنه نسيتها. المي عم تمشي من تحتك يا حلوة. شكراً خانو، هذا الظرف إلي. وصل، هاتي هاتي. غصون أسيل عم تندهلك. بس أنا ما سمعت شي. روحي غصون. طوق من تصميم خاص، 45,000. هلا منفهم لمين.